أغلى بطولة حققتها ماريو مصطفى في تاريخ مشاركتها في الفوليو؟ أغلى بطولة هو طبعا بطولة أفريقيا بالنسبة لي الأخيرة دي كانت أكتر حاجة، رغم إن أنا مشاركتش في النهائي، دي بالنسبة لي كانت أغلى بطولة، بالذات إن كان في ناس كتير قوي بتشكك فينا إن إحنا مش قادر نعمل حاجة الموسم ده، وإن إحنا مش قادر نحقق أي حاجة. فالبطولة دي كانت غير أي بطولة، وزي ما قلت قبل كده إن هي كانت على أرض المنافس لينا، وكان في وسط جمهورنا الزمالك، كان جماهير الزمالك كلها كانت موجودة، فدي كانت حاجة اللي هو بالنسبة لنا اللي هو إحنا كنا كلنا حقيني، كنا من جوانا اللي هو لا إحنا لازم نحقق البطولة دي، وكانت مختلفة بالنسبة لنا عن كل البطولات. فأنا شايفة إن البطولة دي كانت بالنسبة لي من أكتر البطولات اللي أنا بحبها. وبرضو كان في بطولة بحبها جدا لعبتها مع النادي الأهلي، بطولة أفريقيا برضو كانت 2016، كانت في تونس، دي كانت من أصعب البطولات اللي لعبناها، بطولة أفريقية سور كارتاج كانت قدام كارتاج 3-2. 3-2، دي كانت من أصعب البطولات، إن إحنا كان ساعتها تونس بقى كانت في عزها كمان، كانوا أقوياء جدا وعلى أرضهم وسط جمهورهم، وكان ماتش صعب جدا النهائي ده. هي البطولة كلها عامة كانت صعبة، حتى قبل النهائي كان صعب والدور الثمانية، فدي من أصعب البطولات اللي أنا لعبتها، وكسبنا، قدرنا إن إحنا نكسب فيها الكارتاج 3-2، ودي كانت حاجة بجد كانت حاجة غير متوقعة خالص إن إحنا نكسبها. وكمان حصلت على في البطولة دي على جائزة أفضل لاعب، أفضل لاعيبة ليبرو في البطولة، فكانت بالنسبة لي البطولة دي مختلفة برضو خالص، وكنت بحبها جدا البطولة دي. الكواليس اللي كانت غريبة في البطولة دي وقت مشاركتك مع الأهلي، لو فاكرة مثلا كواليس غريبة أو حاجات مثلا اللجنة المنظمة، عارف إن هو انا كان فاكره شويه يعني، مش فاكره قوي، بس فاكره ان كانت 2016 دي، كان هو طبعا ما بين دايما في بيكون في منافسه كبيره قوي ما بين مصر وتونس عامه في الالعاب الرياضيه، فاحنا كان ما بيننا المنافسه دي كانت احنا وكارتاج، فكانوا دايما اللي هو طبعا اي حد بيكون على ارضهم وفي وسط بلدهم وجمهورهم وكده، فبيكون شويه هم منحازين شويه لتونس، فمثلا المفروض ان احنا قبل كل ماتش بنكون بنتمرن الصبح تمرينه ونلعب الماتش بالليل، او في الداي اوف بنتمرن تمرينه، فمثلا ما يدوناش ملعب نتمرن فيه، فانا فاكره ان احنا اتمرنا في يوم في باركينج بتاع عربيات على الاسفلت يعني، فدي كانت من الحاجات اللي انا فاكراها، مثلا ما نلاقيش كور نلعب بيها، او انا فاكره كده من الحاجات اللي انا فاكراها، اللي هو ما كانش فيه كور، ما فيش ملعب نتمرن فيه، ده على قد ذاكرتي يعني دلوقتي اللي انا فاكراه يعني، بس هي كانت صعبه اوفر اول في كل حاجه يعني البطوله دي.